أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في آية الزكاة عطفت كلمة والعاملين عليها على الفقراء، فهي هنا للتمليك. وقال يقول: في آية الزكاة عطفت والعاملين عليها على الفقراء، فهي هنا للتمليك. لا، عاملين عليها ما هم للتمليك، إنما يأخذون في مقابل عملهم. إن عدوا عمل يأخذون، ما عدوا عمل ما يأخذون. نعم.